كانت هي كتدوش في السطح، وانا جالس في السطح نيت معاها ولكن بعيد منها، وهي دايره رواق هكا ورواق هكا مغطيه به، ومنها السماء، وكاينه بيت في السطح بنات امه، هو تمطالع مع الدروج. قلت له اختك راه كدوش ما خصكش يطلع، رجع. مني رجعته ولا نفس المشكل، ولا نفس ولا كرو. دازت واحد 4 أيام او 5 أيام عاوتاني هي كدوش وهو طالع، انا ما كاينش في السطح، كاين تحتي، لان كاين السفلي وكاين الفوقي وكاين السطح، الطبقه الثالثه هي السطح فيه بيت واحد. ملي شتو طلع عليها وهي كدوش، بقى كيقول لي الراس ديالي هاد السيد هذا ماشي خوها، هاد الحاله اللي كنشوف ماشي خوها، ما كيحترمش. مني هضرت معاه المره الاولى ولا كررها المره الثانيه، هضرت مع المراه قلت لها واش خوك هذا بصح؟ قالت لي ايه. قلت لها مني انت اختو هو خوك وخوك من امك، ما خصوش يطلع عليك وانت كدوشي وانت مجوجة، ماشي باقا صغيرة عندك 6 سنين ولا 7 سنين، اختي كدوش بحال مجوجة بحال ما مجوجاش، بحال كدوش بحال ما كدوش، بحال كتصبن بحال عنده مزايد نقص، مشي راسها في اللباس كتبرج قدامه.